ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف مع بعض الأخبار العالمية اللي فيها خبر محزن جدا لعشاق الصحراء المستديرة. النهاردة استقبلنا خبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضير ناري سانتوس لإحياء جنازة النجم البرازيلي الكبير بيليه. رغم أنه هو لا يزال على قيد الحياة، بيليه الأسطورة البرازيلية يعاني من مشاكل صحية كبيرة، كما تم تجهيز ملعب أوربانو كالديرا الملعب الرسمي لناري سانتوس البرازيلي بخيمة كبيرة استعدادا لمراسم العزاء التي سيتم الإعلان عنها فور وفاة بيليه. من جانبه تمنى النجم البرازيلي روماريو الصحة لبيليه قائلا: العالم يصلي من أجلك. ودخل بيليه صاحب ال 82 عام إلى المستشفى في سان باولو في نهاية الشهر الماضي وهو يعاني من سرطان في القولون. أيدينيو ابن بيليه كتب على تويتر: أبي قوتي لك. وكالات الأنباء في دولة بيرو كتبت: عالم كرة القدم يدعو للملك. راديو فنزويلا كتب: بيليه يكمل شهرا في المستشفى. يعني كل أمنياتنا لبيليه إن هو على الأقل يكون يعني مستحمل اللي هو فيه دلوقتي. المرض صعب جدا وهو بقاله أكتر من شهر دلوقتي في المستشفى. عالم كرة القدم كله هيحزن بوفاة هذه الأسطورة. بيليه هو واحد أو هو الوحيد في العالم اللي خد 3 كاس عالم مع منتخب البرازيل. بيليه هو الجوهرة السوداء وهو الوحيد في العالم اللي عايش من جيل العظماء في كرة القدم الحقيقية، يعني الجيل القديم لكرة القدم. نتمنى كل التوفيق لبيليه.